نروح لمباراة الزمالك وسجرادة، بتتوقع ان يكون شكل الزمالك فيها ازاي؟ والله الزمالك من حسن الحظ ان هو بيلعب في مجموعه في المتناول، وكمان بعض الفرق ما بتلعبش على ملعبها زي فريق سوار الغيني. قدر نادي الزمالك ان هو يتفق معاه انه يلعب المباراتين في مصر، فده من حظ نادي الزمالك، حصد 6 نقاط من الفوز على سوار، وقبلها برضو كان فايز على فريق ابو سليم الليبي اللي هو انا بقول ان هو اقوى الفرق مع نادي الزمالك في المجموعه. كان فوز صعب لكنه تحقق 1-0، فاعتقد انه ان شاء الله فرصه نادي الزمالك كبيره جدا ان هو يفوز على سجرادة ويضمن الى حد كبير بعد ما يوصل للنقطه 9 التاهل الى الدور القادم. ونادي الزمالك من المرشحين الاقوياء للفوز باللقب في البطوله دي. صحيح في بعض الفرق العربيه زي نهضه بركان وزي اتحاد الجزائر وزي الافريق التونسي العائد في الموسم ده لمستوى المعهود، يعني دي الفرق تقريبا اللي هتنافس نادي الزمالك، ونتمنى ان كمان مودرن فيوتشر ان شاء الله يكون من المنافسين على اللقب في البطوله دي. تجديد التوقيع بالامس لمعتمد جمال ده ممكن يضمن مزيد من الاستقرار ومزيد من الهدوء في الفريق؟ بكل تاكيد الكابتن معتمد جمال جه في ظروف صعبه جدا جدا بعد الاستغناء عن خدمات المدرب اوسوريو. فريق كان مفكك، ما كانش عنده استقرار فني، اللعيبه ما كانوش عارفين هم يعني التشكيل او الخطه اللي هيلعبوا بيها في كل مباراه، لان الراجل ما كانش عنده استقرار اوسوريو في مساله التشكيل وخطه اللعب. جه الكابتن معتمد جمال بس حط كل لاعب في مكانه، وده يعني ابسط حاجه الراجل عملها، فظبطت الفرقه بسرعه جدا، النتائج اتحسنت معاه قوي. اعتقد انه الابقاء عليه لنهايه الموسم على الاقل خطوه مهمه جدا جدا لاستقرار نادي الزمالك فنيا.